الآن أمام مبنى المقر الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار. هذا المبنى الضخم والفخم في نفس الوقت مستوحى من التراث الكويتي والعمارة الإسلامية، مدعوماً بأحدث نظم الإنشاء، بالإضافة طبعاً إلى إطلالة المبنى على الخليج العربي. هناك تفاصيل كثيرة نود أن نطلعكم عليها، نشاهد معاً. تعتبر الهيئة العامة للاستثمار أقدم صندوق للثروة السيادية في العالم، وتعود جذور الهيئة إلى مجلس الاستثمار الكويتي الذي أنشئ في عام 1953 قبل 8 سنوات من استقلال الكويت في عام 1961. وفي عام 1982 تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار بموجب القانون رقم 47 باعتبارها هيئة حكومية مستقلة مسؤولة عن إدارة الأصول المالية للدولة. نتكلم سعد الكريم في البداية عن فكرة إنشاء المشروع وبداياته. طبعا أنا بعطيك موجز بسيط عن تاريخ الهيئة. أول هي كانت عبارة عن إدارة تابعة لوزارة المالية. صدر قانون إنشاء الهيئة في 1982 كهيئة عامة للدولة. طبعاً بحكم وزارة المالية ذاك الوقت تشكل مجمع الوزارات، فتم تخصيص لها بلوك في المجمع. طبعاً من بدايتها الهيئة بدأت في توسع في استثماراتها وتنوع أنشطتها، واللي ترتب عليها زيادة في عدد الموظفين وزيادة في احتياجاتها من حيث توفير كل ما يعني يمكن توفيره من مواقع ومن مكاتب ومن مستلزمات الهيئة. وبالتالي تقريبا تم تخصيص لها أرض في منطقة المرقاب في ثانوية صلاح الدين اللي حين تقريبا يم مبنى مؤسسة العام للتنمية الاجتماعية. تتمثل رسالة الهيئة العامة للاستثمار في تحقيق عائد على الاستثمار طويل المدى للاحتياطيات المالية التي كلفت دولة الكويت الهيئة باستثمارها بغرض توفير مصدر إيراد بديل للإيرادات النفطية، مما يعزز من قدرة الأجيال الكويتية القادمة على مواجهة متغيرات المستقبل بقدر عال من الثقة. طيب سعد الكريم، ما الذي يمثل هذا المبنى وهذا المشروع كنقلة نوعية في مجال المنشآت في دولة الكويت، وكذلك ما الذي يميزه عن من حيث التصميم عن باقي المشاريع؟ طبعا بدايتها كان في فكرة يعني قيام الهيئة في تنفيذ هذا المشروع من ميزانيتها، وحرصنا أن تكون يعني المكاتب الهندسية ذات يعني إمكانيات وقدرات يعني تليق في طموح ورغبة الهيئة. وكان أحد يعني خلينا نقول الشروط أن تكون من المكاتب الكويتية لها يعني إلمام في طبيعة الكويت ونظرتها المستقبلية والحفاظ كذلك على ماضي الكويت.
يتكون مبنى المشروع من 48 دورا، ويتكون برج المكاتب من 5 وحدات معمارية تضم كل منها 8 أدوار، وتتبع تصميما معماريا خاصا بحيث تكون كل وحدة معمارية متكاملة. مهندس عماد، بنتكلم عن التكلفة الإجمالية للمشروع. نعم، التكلفة الإجمالية تقريبا 78.5 مليون دينار كويتي، منها 74.5 مليون تكلفة الإنشاء المباشرة. والمقاول أو تنفيذ وتصميم 74.5 مليون تكلفة الإنشاء المقاول. جميل. نتكلم عن نسبة الإنجاز، يعني حتى هذه اللحظة احنا شفنا المبنى ما شاء الله اكتمل شبه يعني نهائي. نعم صحيح. الواقع نسبة الإنجاز الحالية 99%، وال1% الباقية هي عبارة عن أعمال صغيرة تتعلق بالخدمات مرتبطة بتوصيل التيار الكهربائي وإكمال توصيل الخدمات النهائية للمشروع. طيب، من خلال عملك كمهندس كيف ترى المشروع؟ مشروع مميز بصراحة، مشروع يعني ذو تصميم مميز وتنفيذ مميز أيضا، في صفات مختلفة عن مشاريع كثيرة. يعني أذكر مثلا على سبيل المثال الستركتشر، الهيكل الإنشائي تبعه، المشروع قائم على 520 بايل اللي هي الأعمدة خرسانة مسلحة في باطن الأرض شايل المنشأ. هذه تقريبا تتراوح أعماقها بين 25 إلى 40 متر، أقطارها تتراوح بين نص متر إلى متر ونص، وهي شايلة الأساسات للمشروع. بعدين بيجي السراديب الأول الرابع والثالث والثاني والأول، بعدين المنشأ. مهندس خالد، ودنا تكلمنا عن نظام التكييف في مبنى مشروع الهيئة العامة للاستثمار، في استخدام مياه مبردة حسب ما علمنا، تكلمنا عن النقطة هذه. نعم، نظام التكييف الذي هو عبارة عن نظام الشيلد واتر سيستم، استخدام المياه المبردة للتكييف. هذا النظام يطبق على المباني اللي فيها أكثر من 1000، اللي احتياجها يفوق 1000 طن. احنا احتياج مبنى الهيئة مقدر ب 4100 طن. يتكون النظام من 5 شلرات، عندنا 4 منهم أكتف وواحدة منهم تصير ستاند باي. السعة، سعة الشرر الواحدة عندنا 950 طن. يتكون النظام أيضا من كولينج تاورز، عندنا 5 كولينج تاورز، أيضا 4 منهم شغالين، يكون واحدة دائما احتياط. عندنا مضخات رئيسية، مضخات ثانوية تغذي الاير هاندلينج يونتس اللي موجودة في الطوابق. هذا بالنسبة لنظام التكييف؟ نظام التكييف، نعم. تتواجد عندنا غرف معدات التكييف الاير هاندلينج يونتس في 5 طوابق موزعة على المبنى، طوابق الخدمات تتوزع على المبنى بحيث انها تخدم على طوابق معينة. في نظام التكييف عندنا تم استخدام نظام فريد من نوعه، مطبق يمكن على 4 أو 5 مباني في الكويت في طوابق المكاتب. هو عبارة عن نظام وحدات التبريد الأرضية، Under Floor Air Distribution System. يعمل النظام على ضخ الهواء من الأدوار الميكانيكية تضخ إلى أدوار المكاتب، تدش من تحت الأرض Raised Floors، عندنا تهوية تطلع الهواء البارد، يصعد وينسحب عن طريق السقف المستعار اللي هو الراجع. يخدم مشروع المبنى الجديد للهيئة العامة للاستثمار 26 مصعدا مختلفا، منها 14 مصعدا لبرج المكاتب تسير بسرعة 4 إلى 6 أمتار بالثانية. والمبنى مزود بجميع الخدمات اللازمة من التكييف والأمن وخدمات الاتصالات والمعلومات الذكية. سلام عليكم. الوهلة الأولى لما أشوف المشروع كبرجين، البرج المكاتب وايضا البرج الاخر او مبنى قاعات المؤتمرات، يعطي صوره عن تاريخ الكويت القديم متمثله في البوم الشراعي. نعم، نتكلم عن الجزئيه هذه. طبعا احنا كان من احد الشروط اللي طالبينها من مكاتب استشاريه للتصميم انه يعطي حنقول تاريخ الكويت الماضي والحاضر
والمستقبل. من ناحية تقريبا يكون هناك في يعني رمز، تكون فكرة رمز لتاريخ الكويت التجاري. لذلك سلمت إلى مكاتب شعرية كويتية وليست يعني أجنبية. صحيح. حرصنا أن يكون المكاتب اللي المؤهلة تكون يعني كويتية، عارفة بطبيعة وبيئة الكويت. ما هي الأمال تعقدها الهيئة العامة للاستثمار على هذا المبنى؟ إن شاء الله أمال كثيرة بإذن الله تعالى. بإذن الله. وحرصنا أن المبنى تتوفر فيه كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية كذلك. احنا الآن في قاعة المؤتمرات، هذه الهيئة تقوم في كثير من الاجتماعات إقليمية ومحلية وكذلك دولية، بالإضافة إلى يعني حرصنا بالبداية التصميم أن يكون هناك في مشاركة لجميع يعني قطاعات الهيئة، شنو هما اللي يحتاجونه، شنو هما اللي ودهم تكون فيه متوفر في هذا المبنى. هذا من جانب الهيئة. حتى حرصت الإدارة أن من هناك بعد زيارات لمباني على نفس المستوى ونفس الحجم، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ونشوف شنو هو محتويات هذا المبنى حتى تكون الدراسة كاملة متكاملة من داخل الهيئة ومن برا الهيئة. المنشأ مقسم لقسمين، القسم اللي هو اللي في قاعة المؤتمرات هذا منشأ من حديد إنشائي، حديد إنشائي طبعا بوفر في الوقت وبوفر في الوزن، وبرج المكاتب اللي هو الجزء الثاني والرئيسي العالي اللي بتشوفه دائما، برج المكاتب هذا مبني من الخرسانة المسلحة، تمام؟ 48 طابق. 48 طابق، نعم، مبني من الخرسانة المسلحة، واستخدمت في الأدوار أرضيات الأدوار تقنية البوست تنشن كونكريت اللي هي عبارة عن الخرسانة لاحقة الإجهاد، هذه بتوفر في كمية الخرسانة وفي نفس الوقت بتعطيك أحمال أعلى، قادر على الحمل أحلى. هي المقصود فيها المسبقة الصب؟ لا، مو مسبقة الصب، مصبوبة في الموقع لكن تجهد لاحقاً، يتم شدها لاحقاً. هي تقنية أخرى هي. جميل. فبتحقق وفر في الكميات، كميات الخرسانة، سكاشن أقل وأحمال أحلى. رأيت وجود المباني المجاورة لمبنى مشروع الهيئة العامة للاستثمار، إنها أغلب المباني مرتفعة. طبعا المبنى منسجم مع منطقة شرق اصلا، منطقة الداون تاون في مدينة الكويت، يعني هو منسجم جدا ومتوافق جدا في تصميمه ومتميز زي باقي المباني الجميلة اللي حوالينا. طبعا ننتقل مهندس خالد الى نظام الكهرباء في المشروع. يعني سؤالي، كم محطة رئيسية كهربائية تغذي المشروع؟ حاليا نظام الكهرباء يتم تغذية المشروع من خلال 3 محطات رئيسية موزعة في السرداب الثاني، عندنا محطتين ومحطة واحدة في آخر المبنى في الطابق الأرضي. طبعا إذا بنتكلم عن المحطات لازم أول شيء الجدير بالذكر أنه هو نذكر أن قامت وزارة الكهرباء والماء مشكورة على تلبية طلب الهيئة العامة للاستثمار لتوفير المحولات وتمديد الكابلات. تم العمل في توريد المحولات وتمديد الكابلات بداية في منتصف مارس الشهر اللي طاف، يعتبر العمل شبه خالص. عندنا تم توريد عدد 14 محول، عندنا 12 محول بسعة 1600 kVA وعندنا 2 محول بسعة 1250 kVA. تخيل 14 محول، كل محول منهم راح يحتاج حق 12 كيبل، يتم تمديد 12 كيبل حق كل محول. تكون يعني في مبنى مساند خدمات أو في إحدى الطوابق؟ إحنا عندنا بالسرداب السبستيشنز موجودة 2 بالسرداب وواحدة في الطابق الأرضي، موجودة بنفس المبنى. عندنا تقريبا مد الكيبلات عندنا 168 كيبل واصل حاليا. في الوقت الحالي يتم استكمال إجراءات إيصال التيار الكهربائي.
مهندس عماد نتكلم عن أوجه التميز في نقول واجهات مشروع مبنى الهيئة العامة للاستثمار. نعم، الحقيقة هاي من أبرز مزايا المشروع. الواجهات عبارة عن نظام مجمع بشكل ثلاثي الأبعاد، مصنع أساسا من الجرانايت، الستون الجرانايت الصخر هذا، ومجمع على إطارات من الألمنيوم الإنشائي. طبعا الألمنيوم خفيف وقوي وما بيصدي وإلى آخره. هذه تجمع الأرض كلها خارج المبنى. كان في عندنا بلاتفورمز خاصة للتجميع حول المبنى، بتحط الفريم الألمنيوم، تجمع عليه الجرانايت، وبعدين لما يكمل وينعمل له الكواليتي كنترول المطلوب بيوقف وبنرفع بالكرين وبنركب على المبنى قطعة قطعة. الوحدة فيهم 4 متر في 4.20 متر، وزنها حوالي 2 طن تقريبا، وكل وحدة فيهم فيها مربع في الوسط اللي بيركب عليه الشباك أساسا. فأنت لما تشوف المبنى من الخارج بتشوف الفتحات المربعة هي الشبابيك هذه. فهذه طبعا تتركب قطعة قطعة على المبنى حتى يكتمل الواجهة الخارجية اللي هو المنظر اللي بتشوفه حاليا، وبتعطيك الـ 3D effect اللي انت بتشوفه عادة، لأنها أساسا هي مش مبسطة فيها بروزات. جميل. تم بدء العمل في إنشاء مشروع مقر الهيئة العامة للاستثمار الجديد في 27 من شهر مارس عام 2013، وقد أنجزت الهياكل الإنشائية للمشروع إلى حد كبير في صيف سنة 2015، ويتوقع الانتهاء منه في 15 من شهر سبتمبر عام 2017. استلمت الشركة شكل الهيكل الرئيسي للمبنى من المراكب الشراعية العربية التقليدية، وجرى تشييده بالاستفادة من القدرات الكامنة للخرسانة المسلحة، إذ يتم تشكيلها بطريقة تتناسب مع الملامح المعمارية المثيرة. الشبابيك، فتحات الشبابيك اللي في الواجهات هذه تم تصميمها بطريقة بحيث أنه الفتحات تكبر كل ما صعدت في الأدوار العليا. ليش؟ عشان تعادل خداع البصر. خداع البصر عادة تكبر من حيث المساحة. مهندس عماد، الشباك بيكبر، يعني الشباك بيكون في البداية من 1.20 متر في 1.20 متر، بوصل لمتر وتسعين بمتر وتسعين. فأنت لما تطالع من تحت بتشوف الشباك كما لو كان ثابت، بينما لو ما كناش كبرنا كنت حتشوفه بصغر. أيه. بسبب خداع البصر. فهذه حلت خداع البصر، وهي بعتبرها إنجاز يعني للمصمم جميل جدا حقيقة. هاي من مظاهر المشروع الهام. ينقسم البرج إلى 5 مناطق معمارية تحتوي كل منها على 8 طوابق. إحنا الحين في أحد المناطق هذه. أول طابق فيها هو طابق الاستراحة وغرف الاجتماعات ومصليات الرجال والنساء، وهذا أحد الطوابق اللي احنا فيه، الطابق الثالث. مثل ما أنت شايف في عندنا هني نافورة مصممة على حسب الفن الإسلامي المعماري. هذه النافورة بالذات تم تركيب فيها 300 قطعة رخام منفصل. قطع الرخام تم في إيطاليا وتوريده هني وتم تجميعها. في عندنا نفس هذا الطابق متكرر 5 مرات في المبنى. باقي الطوابق طبعا احنا قلنا في متكرره. مهندس خالد، بنوافيرها بنوافيرها نفس التصميم المعماري الاسلامي، نفس التصميم بالضبط. هنا مثل ما قلنا احنا عندنا 5 مناطق معماريه تحتوي كل منها على 8 مناطق، 8 طوابق. فعندنا المنطقه الاولى اللي احنا فيها فوقها نفس المنطقه مكرره بالضبط، مكررة 4 مرات، يعني هذه الأولى فوقها 4 مرات، كنا قاعد نتكلم عن 5 أبراج فوق بعض. بقية الطوابق اللي داخل المنطقة المعمارية هذه تبكل أوفيسز، المساحة الصافية للطابق 1100 متر مربع. يحتوي الطابق على مكاتب المدراء، مكاتب السكرتارية، مكاتب موظفين، وحدات عمل، غرفة اجتماعات خاصة بالطابق، وكذلك غرفة حفظ الملفات. كما يحتوي المبنى المكاتب على مركز التدريب، مركز التدريب الخاص ببرنامج تدريب وتأهيل حديثي التخرج، والذي يعمل على تأهيل متدربين للعمل في السوق المحلي.
مشروع مبنى المقر الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار سيكون بإذن الله أحد معالم دولة الكويت، وسيكون أيضا صرح كويتي متماشي مع تصاميم المباني المجاورة له من حيث الارتفاع والتصميم بمواصفات هندسية مزجت بين الحداثة والأصالة وبتفاصيل عميقة تلبي احتياجات التطور في عالم الاستثمار.